الأستاذ محسن السعدون يجب أن يشكر المحكمة الاتحادية التي تأخرت 10 سنوات في البت في هذه القضية. طيب. وزارة النفط رفعت القضية لدى المحكمة الاتحادية في عام 2012 وجددت التذكير في 2014 وفي 2018 كذلك. 19. المحكمة الاتحادية تخلفت كثيرا عن البت في هذا الموضوع، ومما أدى إلى استفحال الموضوع. خبير الشبكة النفطي الأستاذ الفاضل كامل المهيدي كتب بحث عن ذلك في نهاية عام 2018 وبرهن على أن المحكمة الاتحادية يعني لا غير مهتمة بالموضوع. وأكد في بحثه المشهور على موقع الشبكة أن المحكمة الاتحادية كان المفروض هي أن تبادر بفحص. يا أستاذ بارك، حتى نستفاد من الوقت، المحكمة لم تبادر من قبل، الآن المحكمة بادرت. السيد محسن السعدون يستشهد بمادة دستورية اللي هي 112 المادة 1 اللي تقول أنه قانون قضية الغاز والنفط هي ليست حصرية بيد الحكومة الاتحادية بل هي تشاركية، وقانون الأقليم أو الأقاليم بالعراق لديه سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية. هو يقول هذا خالف نص المادة 112 بالفقرة 1 وبالفقرة 2، هذا حقيقي؟ من وجهة نظري، أنا لست خبير قانوني ولكني درست الدستور، ومن وجهة نظري المادة 112 أولا تقول أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة. طيب هذا جاري، لكن الإقليم يفسر الحقول الحالية إنها فقط الحقول التي تنتج عند إصدار هذا الدستور، يعني الحقول الغير منتجة والتي تسمى المكتشفة وتحتاج إلى تطوير بتفسير الإقليم لا تغطى من قبل هذه المادة أولا. لكن المادة 112 ثانيا كما ذكرت حضرتك تقول، يعني توضح المادة أولا وتقول تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية. نعم. وليس السياسات النفطية كما قال الأستاذ، السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث التقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. الإقليم خالف هذه المادة الدستورية بصراحة تامة، تم عقد 50 عقد شراكة مع شركات أجنبية مخالفة للدستور. زين. ومخالفة بشكل صارخ للمادة 111 التي تقول النفط والغاز هو من كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. هذا ما يخص هذه المادتين. أما المادة التي تحدد الصلاحيات الحصرية صحيح لم تذكر النفط بشكل واضح، وإنما ذكرت أولا رسم السياسات الخارجية والتنسيق الدبلوماسي والتفاوض إلى آخره، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية. رسم السياسة الاقتصادية يتضمن بشكل قطعي النفط والغاز، لأن الاقتصاد العراقي يقوم على النفط والغاز.